الابتسامة في وجه الناس من صفات المتقين، وقال أهل العلم بل أن تبسم الرجل في وجه أخيه المسلم صدقة يثاب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، رواه الترمذي. الابتسامة في الوجوه أسرع طريق إلى القلوب وأقرب باب إلى النفوس، وهي من الخصال المتفق على استحسانها وامتداح صاحبها. وقد فطر الله الخلق على محبة صاحب الوجه المشرق البسام، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما وطلاقة وجه في لقاء من يلقاه، وكانت البسمة إحدى صفاته التي تحلى بها، كما قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.